هي طبخة الملاحية. عندنا اللحم بالشكل هذا اللي تشوفونه، عندنا أيضا خبز الصاج اللي معروف فيه، وعندنا أيضا التبهير، وعندنا البصل للحمس، وأيضا اللبن اللي تشوفونه قدامكم. أول حاجة راح نبدأ فيها طبعا اللي هي حمسة اللحم، ولكن أول شيء نبدأ فيه طبعا اللي هي تقطيع الكشنة اللي راح تكون مع اللحم. تشوفون عندنا هني نضيف شوية زيت مثل ما نشوف عندنا. الحين ضفنا طبعا الطاوة دائما حارة وجاهزة. أول حاجة أبدأ فيها اللي هو أضيف البصل. بسم الله. ونشوف نحرك أيضا البصل عندنا، نحركه عشان ياخذ اللون الذهبي. وأبدأ الآن أضيف اللحم بالشكل هذا. أبدأ أسكر عليه شوي، ويبدأ الحين أخلي شوي لما يبدأ يطلع لي مويته، وأروح للمرحلة الثانية اللي هو القدر الثاني. القدر الثاني أبدأ أحط فيه اللبن. طبعا أول حاجة أتأكد منها أنه مو حار عشان ما أخرب اللبن، مثل ما قلنا أنه ما يفرقط. نبدأ تدريجيا نزيد الحرارة عليه شوي شوي، وأبدأ أحرك بالشكل هذا طبعا مع رفع الحرارة إلين يبدأ اللبن يفور عندي. لازم أظل أحرك لين يبدأ يفور. ومن ناحية ثانية عند اللحم مثل ما نشوف الحين بدأ أبي اللحم كثر ما يقدر يفقد موية. خلاص أول ما أشوف أنا أنه بدأ يفور أعرف أنه اللبن خلاص. شوفوا الحين اللبن بدأ يفور، فاللبن خلاص طلع. نبدأ الحين تشوفون عندنا بدأ يفور اللبن. خلاص سكر خلى على راحته، أهم شيء أنه جاهز. طبعا أبدأ الآن باللحم، إضافة البهار بالشكل هذا. كيف؟ ونبدأ أيضا نحرك. شوفون اللبن عندي صار جاهز. الحين نبدأ نشيل ونضيف اللبن. بسم الله الله ما شاء الله تبارك الله. الحين طبعا مثل ما تشوفون احنا راح نغطيه لين ما يتجانس مع بعض. نشوف اللحم بعد عندنا لحم استوى بعد ما طبخ ما شاء الله تبارك الله. بعد ما طبخ باللبن شوفوا اللون شلون صار عندي ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي كنا نتكلم عنه اللي هو الملاحية. ناخذ رغيف بالشكل هذا مثل ما تشوفون قدامنا، نبدأ نفرش. حطينا الحين واحد ونحط الثاني مثل ما تشوفون عندنا. بعدها نبدأ مثل الرقيف هذا، نبدأ احنا شو نسوي فيه؟ نبدأ نقطع بالشكل هذا. شوفوا عندنا طبعا نخلي أطراف الخبز موجودة في المكان، ونبدأ نقطع الخبز اللي هو التنتيف العادي. نقطع بالشكل هذا. قطعنا الحين خبزة، نبدأ الحين ناخذ وحدة كاملة ونفرشها. شنو الفكرة من أن نحط خبز مقطع وخبز عادي؟ الفكرة منها أنه
يعني الناس لما تقعد تاكل مو تاكل بس لحم، لا تاكل لحم وتاكل الخبز المقطع ومحطوط برضية الصحن بالشكل هذا. تشوفون قاعدين نتف احنا نوزع اللي هي حق مليحية، نقطع تمام مثل ما نشوف عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف شلون نبدأ نضيف طبعا المرق، تصبه اللي هي مليحية، تشوفون اللبن تصبه بالأطراف، تبدأ تصب اللبن تصب اللبن تصب اللبن اللي هو المرقة. شوف شلون صبيناها. بعدها بالشكل النهائي احنا شو نسوي؟ اللحم نخليه بالنص. شوف اللحم كيف يصير بالنص.